محمد الشناوي عنده كان عنده مشكله في التمركزات. انا النهارده لازم اقول لا، النهارده الماتش بتاع النهارده طبعا هو زاد من الماتش الاولاني. تخلي بالك ان الماتش الاولاني اللي جابه لنا محمد الشناوي في الانفراد اللي حصل في الدقيقه 52 قدر يطلع في تايمينج مناسب في توقيت مناسب، وقدر ان هو كانت النتيجه لو اتغيرت ما كانت خلاص صحيح المباراه الثانيه، ثم مباراه امبارح. مباراه امبارح دي عرين الاسد، جميع المواقف اللي جات له. ده في موقف واحد بس هحكيه عشان اولاد المدربين، ان هو كانت عنده مشكله. انا دايما بقول وزعل مني في مره قال لي كان فكر بيهاجم، هو قال لي كده وقلت له لا، اللي بيحب ساعات تحب واحد تقوم تنصحه. صح، كان عنده التمركز غلط ساعات. كنت حتى الناس تقول هو طلع ليه، هو البلانتي ده ما كانش يجي، يعني انت فاهم قصدي. وهو حارس المرمى عباره عن تمركز. البطوله دي ما شاء الله عليه امبارح جميع التمركزات، في كوره منها قفل الزاويه الضيقه، الراجل انفرد شاط، هو قافل لانه لو ورا هتبقى مشكله وتيجي في ايده وهو ثابت صدها راح يترجع. اتعملت بالهيدرز برضه في تمركز صح، يعني دبل سيف في 5 ثواني. مش هحكي بقى على بقيه الكور اللي انت شفتها، سواء انفراد سواء كور عرضيه، حاجات كتيره جدا. وهنا من هنا لازم اقول ان ده مش شغل يومين ثلاثه، ده تعب فتره كبيره. اكيد لازم ادي التحيه للكابتن طارق سليمان في النادي الاهلي، وادي التحيه للكابتن احمد ناجي لان هو اللي بيجهزه بقى في الفتره دي الناحيه النفسيه، وبيكمل. لان خلي بالك الحاجات دي كلها بتبقى تخزين وبتطلع تخزين من الكابتن طارق من خلال الشغل الفتره اللي فاتت، وان هو بيعالج الاخطاء بتاعت محمد، ثم شغل من الكابتن احمد ناجي، ثم شغل منه نفسه. ما هو اثناء التمرين اللي بيحصل برضه عشان اقربها الناس، الحاجات دي كلها بتتخزن. صح، بتطلع بتترجم بقى هي بتطلع. اطلع ازاي اروح، لاني كابتن حارس المرمى عباره عن كلمتين، ودايما انا بقولهم عشان الناس تعرف، عباره عن مساحه وزمن. شايفه كلمتين؟ المساحه دي ايه بقى؟ التمركز السليم، صحيح، في المكان السليم في التوقيت السليم. طب كابتن، استكمالا لنقاط الضعف، ويمكن احنا اتكلمنا على نقطه ضعف الشناوي واللي تحولت خلاص لقوه، ويمكن كلنا شفناها خلال المباراه حتى بتاعت الامس يعني بالاخص. استكمالا بقى، لو قلنا في نقاط ضعف عند حراس المرمى بتوع منتخبنا، ممكن نقول ايه لكل حارس مرمى فيهم؟ يعني اصل دايما كل ممكن تبقى نصيحه، يبقى له يعني ميزه ولو عيب. والعيب ده انت بتشتغل عليه عشان تصلحيه، والميزه تكبلي. يعني زي ما قلت، محمد الشناوي كان عنده التمركزات. احمد الشناوي عنده حده بين الغرور وبين الثقه شعره. صحيح. فهنا لازم المدرب دايما يبقى محسسه ان انت زي ما نقول من خاف سلم. ويمكن هو اخر فتره احمد مع بيراميدز كان عامل مستوى كويس قوي. وخلي بالك اللي يدي الاصابه الحته دي برضه، يعني اللي يخليكي ان انت تتعوري كحارس مرمى، ان يجي في وقت يعني عايز اقول ايه، هي بتبقى شعره بين الغرور والثقه توصلك حتى للاصابه. اها، لان هو ما بيحسش بيها، بس اللي المفروض يحس بيها